another artery في منطقة النك, one of the biggest arteries, اسمه الاكسترنال كاروتيد ارتري. الاكسترنال كاروتيد ارتري كأي ارتري في جسم الإنسان لما أجي أتكلم عليه لازم هناك نقاط أساسية, beginning والend, relations and branches. البيجينينج, الاكسترنال كاروتيد ارتري one of the two terminal branches of common carotid artery. الكومن كاروتيد ارتري كان طلع زي ما احنا عارفين من الارش اوف اورتا على الليفت سايد او من البريكسوفيليك عن الرايت سايد, مشي كورس في النك, شورت كورس انتهى عند الابر بوردر اوف ثايرويد كارتريج عند مستوى بتوين سي 3 وسي 4 سيرفايكال فيرتبري, انتهى بانه اتفرع لفرعين اثنين, اكسترنال كاروتيد ارتري اللي هو موضوعنا النهارده, والانترنال كاروتيد اللي مشي على نفس المسار بتاع اونلاين واتكلمنا عليه في المحاضره اللي فاتت. الاكسترنال كاروتيد ارتري طلع من الكومن كاروتيد ارتري زي ما قلنا عند المستوى بين سي 3 وسي 4 اللي هو الابر بوردر اوف ثايرويد كارتريج, مشي كورفيت كورس, مشي along the wall of the pharynx, ماشي superficial بمعنى انه lateral to the internal carotid. يعني هنا لو يعني تصورناه في شكله الطبيعي هيكون هنا superficial, فكلمة superficial شلناه وحطناه, هو مش posterior, هو ماشي lateral او superficial to the internal carotid artery. ينتهي inside the substance of the parotid gland بينفرع الى two terminal branches اللي هم المجزلري والسوبرفيشال تيمبرال. بخصوص الريليشنز لهذا الارتري, احنا عندي القياس اللي على اساسه هبتدي احدد الريليشنز هي البوستيريو بيلي اوف دايجاستريك. ليه البوستيريو بيلي اوف دايجاستريك؟ من المعروف ان العضله ديت كانت بتعدي اوبليكلي على الكاروتيدجيز, فمنطقي جدا انها هتمشي اوبليكلي على البلاد فيزلز اللي انكلودد وذن ذا كونتنتس اوف كاروتيدجيز, فبالتالي بيعدي على الانترنال وبيعدي على الاكسترنال كاروتيد ارتري. فهنقسم السوبرفيشال ريليشنز of the external carotid اللي هو الجزء الصغير ده الى structures below the level of below the level of posterior of the gastric و structures above the level of posterior of the gastric. تعالوا نشوف مع بعضنا الstructures اللي بتمثل superficial relations of the external carotid artery تحت مستوى posterior belly of digastric muscle. فكانت اولهم ثلاثة superficial structures اللي هم السكن والسوبرفيشال فاشيا والديب فاشيا. طبعا انا قاطعهم هنا لكن هم بيكملوا لحد فوق. بعد كده انا كانت في عندي مصل اللي اسمها ستيرنوماستويد, فنجد الانتيريور بوردر اوف ذا ستيرنوماستويد بيعمل اوفرلاب, يعني ماشي سوبرفيشال للبيجنينج اوف ذا اكسترنال كاروتيد ارتري. هنجد بعديه تو فينز, تو فينز معديين على بدايه الاكسترنال كاروتيد سوبرفيشالي, هما اللينجوال فين والكومن فيشال فين, وهنجد وان نيرف اللي هو الهايبوجلوسال نيرف اللي كان عامل كروسنج مش للاكسترنال فقط ولكن كمان للانترنال كاروتيد ارتري. دي كانت مجموعه الاستراكشرز اللي هي ريليتد سوبرفيشالي تو ذا اكسترنال كاروتيد تحت مستوى البوستيريو بيلي اوف دايجاستريك. طب ماذا عن فوق مستوى البوستيريو بيلي اوف دايجاستريك؟ فنجد ان سوبرفيشال كانت قاعده جزء من الباروتيد جلاند, وفي ليجمنت صغيره اسمها ستايلويد ليجمنت معديه عليهم بالعب, ده كان ماشي سوبرفيشال. طب ماذا عن الديب ريليشنز؟ ديب ريليشنز اوف ذا اكسترنال كاروتيد, الاكسترنال كاروتيد معدي سوبرفيشال للانترنال كاروتيد, فهناك عدد ستة ستراكشرز كانوا معديين يفصلهم ويحجزهم بتوين ذا اكسترنال كاروتيد وانترنال كاروتيد. الاستراكشرز ديت قلناها مع السوبرفيشال ريليشنز اوف ذا انترنال, اذا الاستراكشر دي هي نفسها وبالظبط الاستراكشرز اللي ماشيه ديب تو ذا external carotid. deep بمعنى ايه؟ بمعنى على الانر سايد. يعني اذا اللي يفصل الاكسترنال عن الانترنال كاروتيد هيكون سوبرفيشال للانترنال وهيكون ديب للاكسترنال. تعالوا نراجع مع بعض مين هي الست ستراكشر ديت. احنا قلنا جزء من الباروتيد جلاند يبقى وان جلاند, وكان في وان بون اللي هي الستايلويد بروسيس ماسك فيها اتنين ماسلز اللي هم الستايلو جلوسس ماسل والستايلو فارنجاس ماسل وتو نيرفز, النيرف الاولاني اللي هو الجلوسو فارنجال نيرف اللي كان ماشي ملاصق وملازم للستايلو فارنجاس ماسل لانه بيغذيها, النيرف الاخر هو برانش من الفيجاس اسمه فارنجيال برانش اوف فيجاس. دي كانت الريليشنز اوف ذا اكسترنال كاروتيد ارتري ايذر سوبرفيشالي اند ديبلي. طيب ماذا عن البرانشز اوف ذا اكسترنال كاروتيد ارتري؟ الاكسترنال كاروتيد ارتري انا هرسم الخريطه اولا اللي هيمشي عليها الاكسترنال كاروتيد وهنحدد كل برانش وعلاقته بهذه الخريطه. انا المندبل
كان تحتيه الهايود بون، والهايود بون تحتيه السايلود كارتليج، بوصفه اكبر كارتليج من الكارتليجز اللي بتكون اللارنكس، وكانت تحتيه التراكيه، وما ننساش السايرويد جلاند كانت قاعده تحت التراكيه، قاعده ان فرونت اوف ذا تراكيه. الهايجلوسس ماسل كانت طالعه من الهايويد بون، ادي الهايجلوسس ماسل طالعه من الهايويد، يعني مش رايحه للمندبل، دي ماشيه ديب للمندبل في طريقها الى التانج. وهنا المسيتر ماسل، المسيتر ماسل زي ما احنا فاكرين من الماسلز اوف ماستيكيشن اللي كانت ماشيه على الاوتر سيرفيس اوف ذا ريمس اوف ذا مندبل وحاطط الانسيرشن بتاعها فيه. البوستيريور بيلي اوف ذا ديجاستريك ماسل اللي كانت جايه من الماستويد نوج او الدايجاستريك نوج اللي قاعد على الانر سايد اوف ذا ماستويد بروسيس وماشيه اوبليكلي من ورا المندبل ورايح حاطط الانسرشن بتاعها زي ما احنا فاكرين في الانترميديت تندون اللي متعلق في الايويد بون. ادي الثايرويد جلاند اللي احنا حكينا عليها من شويه. دي الخريطه اللي على اساسها هنوضح برانشز الاكسترنال كاروتيد ارتري. طب الاكسترنال كاروتيد جاي منين؟ نفتكر مع بعض قد الاكسترنال كاروتيد دي كانت البدايه بتاعته عند الابر بوردر اوف سايرويد كارتريدج في مستوى ما بين سي 3 وسي 4 وانتهى بيهايند ذا نيك اوف ذا ماندبل انسايد ذا سبستانس اوف باروتيد جلاند بنتفرج على الفرعين الكبار اللي نتكلم عليهم حالا. البرانشز اوف ذا اكسترنال كاروتيد المقياس هو مين؟ الهايويد بون. بالنسبه للهايويد بون اول برانش يطلع من الاكسترنال كاروتيد ارتري اسمه سوبيريور ثايرويد ارتري. ده الارتري رقم واحد، رقم واحد في الترتيب من تحت من عند البيجيننج. هيطلع منين؟ من الفرونت اوف ذا اكسترنال كاروتيد. فين بالتحديد؟ بيلو ذا ليفل اوف هايويد بون. ادي الهايويد بون وادي الليفل بتاع الهايويد بون هو تحت الليفل اوف ذا هايويد بون. نحب نقول على الارتري ده ان ده الارتري الوحيد اللي نازل داون ووردز من الاكسترنال كاروتيد، اما كل البرانشز يا اما طالعه فوق يا اما ماشيه ترانسفيرسلي، انما الوحيد اللي ماشي داون ووردز هو السوبيريور ثايرويد ارتري وهنتكلم عليه بعد شويه على البرانشز بتاعته. الارتري الثاني اسمه اسيندنج فرنجل، ده طالع من الديب او من الميديال او من الانر اسبيكت اوف ذا اكسترنال كاروتيد وماشي along ذا وول اوف ذا فارينجز، علشان كده سميناه اسيندنج فرنجل ارتري اسيندنج اوفر ذا وول اوف ذا فارينجز، وده ماشي على الميديال سايد. يعني لو شففنا رسمه الاكسترنال كاروتيد هنلاقيه طالع من هذه النقطه من الداخل. ده بالترتيب. الارتري رقم ثلاثة اسمه اللينجوال ارتري. اللينجوال ارتري ده طالع من الاكسترنال كاروتيد من الفرونت بتاعه في مستوى الهايويد بون ولو كورس من ثلاثه بارتس ان ريليشن تو ذا هايوجلوسس ماسل، وده واحد من الارترز الكتيره اللي في الهيد والنيك اللي تمشي كورت من 3 بارت كورس من 3 بارتس وبيحددها ماسل. الماسل هي الهايوجلوسس ماسل. هنتكلم على اللينجوال ارتري بتفصيل اكتر مع البرانشز بتاعته. البرانش رقم أربعة اسمه الفيشيال ارتري، طالع من الفرونت اوف ذا اكسترنال كاروتيد بس المره دي في ليفل اعلى من الليفل اوف ذا هايويد بون ويمشي كورس مميز جدا يحاول يصل للفيس. فيشيال رايح للفيس بيختصر طريقه، هيصطدم بمعوقات هنحكي عليها بعد شويه، يرد مره ثانيه ويمشي على اللور بوردر اوف ذا ماندبل ويمشي الكورس الشهير ان فرونت اوف اند ماشي على الانتيريور بوردر اوف ماسيتر معدي على ثلاثه انجلز بعد شويه هنتكلم عليه. البرانش رقم خمسه الاوكسيبتال ارتري. البرانش ده طالع من الباك يعني من البوستيريور اسبيكت اوف ذا اكسترنال كاروتيد في نفس مستوى الفيشيال ارتري. الاوكسيبتال ارتري حكينا عليه انه واحد من الارتريز اللي كانت بتغذي السكالب وماشي كورس من اربع بارتس. هذا الارتري كان ماشي تحت مستوى ماشي موازي لللور بوردر اوف ذا بوستيريور بيلي اوف دايجستريك ماسل وهنحكي عليه برضه في وقته. الارتري اللي بعد كده البوستيريور اوريكولار ارتري طالع ايضا من الباك اوف ذا اكسترنال كاروتيد ارتري وماشي رانينج اند بارلل تو ذا ابر بوردر اوف بوستيريور بيلي اوف دايجستريك ماسل، وزي ما احنا عارفين كان بيغذي منطقه السكالب بيهايند ذا اوريكل بالاشتراك مع الاوكسيبتال ارتري. اما تو تيرمينال برانشز فكان المجزيلاري ارتري طالع من الفرونت وزي ما حكينا عليه قبل كده انه كان ماشي هوريزونتالي كورس من ثلاثه بارتس related to the deep side يعني medial side of the neck of mandible. واخيرا الترمينال برانش الثاني اللي هو السوبرفيشال تمبرال ارتري واللي كان رايح يغذي الفيس اند سكالب، والاثنين دول كانوا خرجوا من الاكسترنال كاروتيد في الترمينيشن بتاعه انسايد ذا باروتيد جلاند. دي كانت باختصار
مقدمة للبرانشز اوف ذا اكسترنال كاروتيد ارتري. اذا حبينا نحكي على قصة لطيفة تفكرني بالبرانشز هجيب جملة مشهورة بتقول some American ladies found our pyramids most satisfactory. some اللي بحرف الاس هناخد الاس هتمثل لي السوبيريور ثايرويد ارتري، ايه الاسندنج فرينجال ارتري، اللينجوال ارتري، اف اللي هي فاشيال ارتري، اور او اوكسيبتال ارتري، بيراميدز بي بوستيريور اوريكولار ارتري، موست ام ماجزيلاري ارتري، ساتسفاكتوري اس سوبرفيشيال تمبورال ارتري. ودي كانت جمله تفكرني بالبرانشز اوف ذا اكسترنال كاروتيد ارتري. لا ينبغي لطالب مرحله البكالوريوس في كليه الطب انه يتغافل او ينسى واحد فقط من هذه البرانشز اللي خرجت من الاكسترنال كاروتيد. علشان كده الجمله دي جمله شهيره بننقلها للطلبه علشان يتذكرهم دايما هذه البرانشز بدون نسيان. نتعرض لهذه البرانشز بالتفصيل. ناخد رقم واحد اللي هو السوبيريور ثايرويد ارتري. هنشوف منطقه نفوذ السوبيريور ثايرويد في النك ريجون وازاي انه بيغذي الاستراكشرز المختلفه فيها. ادي كانت عند الهايويد بون الثايرويد كارتليج وتحت منه الكريكويد كارتليج والاثنين من الكارتليجز اللي بتكون منطقه اللارينكس. وتحت من الكريكويد كارتليج كان في كريكويد لكن النطق الصحيح بتاعها الكريكويد لكن النطق المشهور اللي هو الكريكويد. وتحت منهم التراكية. هذه الاستراكشرز ما بين بونز وما بين كارتليجز كانت بتربطها مع بعض سوفت تيشو استراكشرز. قاعده قدام التراكية كانت في عندي الثايرويد جلاند ومربط الثايرويد بالهايويد كان ممبرين اسمه ثايرو هايويد ممبرين. كذلك يربط الكريكويد بالثايرويد مصل اسمها كريكو ثايرويد مصل. دي كانت الارضيه اللي هتشتغل عليها نفوذ برانشز اوف ذا سوبيريور ثايرويد ارتري كالاتي. البوستيريو الاسترنوماستويد مصل كانت عامله اوفرلابنج للتراكيه زي ما احنا عارفين وكانت ماشيه اوبليكلي ان ذا نيك. الارتري بتاعنا اللي هو الاكسترنال كاروتيد اداني برانش اللي هو السوبيريور ثايرويد. بفكركم تاني كان طالع من الفرونت اوف ذا اكسترنال كاروتيد ارتري كموست انفيريور برانش هو اللي هو اول واحد من تحت وكان موجود في ليفل تحت شويه من الهايويد بون. يبقى اذا لازم هيطلع من هذه النقطه على وجه التحديد فعلا طلع من النقطه دي ونزل تحت متجهة للتارجت اريا منطقة الهدف بتاعه الاستراتيجي هو الثايرويد جلاند. لكن هو مش هيغذي الثايرويد جلاند بس هيغذي السوفت تيشوز اللي كل التيشوز المحيطة بالثايرويد جلاند لكن اشهر برانشز بتاعته اللي رايحة للثايرويد. البرانشز اللي خارجة من السوبيرو ثايرويد ارتري كانت الديفرنت ستراكشرز. اول واحد من فوق هيمشي تحت الهايويد بون وهيسموه انفرا هايويد ارتري. هنا لازم نفتكر اذا كان في انفرا هايويد وقلناه واحد من البرانشز واول برانش من السوبيريور ثايرويد فكان في سوبرا هايويد. هنتذكر مع بعض السوبرا هايويد ده ذكرناه في الريليشنز اللي الاستراكشرز اللي معديه على الهايوجلوسس وكانت من الديب ريليشنز اوف ذا مايلو هايويد ومن الريليشنز اوف ذا سبمانديبولار جلاند وكان من الكونتنتس اوف ذا كمل كونتنتس اوف ذا دايجاستريك ترانجل. هذا الشريان اسمه سوبرا هايويد ارتري. نفكركم بسرعه ان كان واحد من البرانشز اوف ذا فيرست بارت اوف لينجوال ارتري. اما الانفرا هايويد اللي هو اول برانش طالع من السوبيريور ثايرويد. البرانش الثاني رايح يغذي يخترق الثايرو هايويد ممبرين في طريقه الى اللارينكس بس هيغذيها من فوق. ادي اللارينكس اهي واكبر غضروف فيها اللي هو الثايرويد كارتليج. هيخترق هذا الممبرين ويصل لللارينكس من اعلى فيسموه سوبيريور لارينجيال ارتري. اما البرانش الثالث فكان رايح يغذي الكريكو ثايرويد مصل فكان هيسموه كريكو ثايرويد ارتري. اما اشهر البرانشز فهم التو برانشز اللي هيدخلوا انسايد ذا سبستانس اوف ذا ثايرويد جلاند اللي هيسموهم الجلاندولار ارتريز، واحد انتيريور واحد بوستيريور، ويتولوا تغذيه الابر بارت اوف ذا ثايرويد لوب والابر هاف اوف ذا ثايرويد اسمس.
دول كانوا الجلاندولار برانشز، اما اخر برانش فكان ماسكولار ورايح للمصل الشهيره المعروفه باسم الاسترنوماستويد. دول كانوا من الخمسه برانشز اللي خرجوا من السوبيريور ثايرويد ارتري. احب اقول ان هذا الارتري له اهميه جراحيه كبيره، هو ماشي في الحقيقه داخل تورش وسكورش كورس، وماشي داخل للثايرويد جلاند من خلال الايبكس بتاعتها. في عمليات استئصال الثايرويد لازم الارتري ده لما يجوا يربطوه ما يربطوهوش لوحده، لان لو اتقطع ماشي تورش وسكورس بيطلع لفوق بيرد لانه ماشي زي السوسته، ففي الاستيك فايبرز كتيره بيعمل نزيف مش باين ويعمل مشاكل. فعلشان كده في عمليات الثايرويدكتومي في استئصال جزء من الغده الدرقيه بيربطهم هذا الارتري هو انسايد ذا ايبكس of the thyroid loop علشان يضمنوا انه احكام عمليه الليجيشن الربط. الارتري الثاني اللي هو اللينجوال ارتري، البرانش رقم 2 اللي طالع من الاكسترنال كاروتيد ارتري، هو مش برانش رقم 2، هو رقم 3 في الترتيب، انما رقم 2 هنا عندنا في الشريحه. كان رقم 2 في الحقيقه اللي هو الاسندنج فرينجيال ارتري، اما رقم 3 في الترتيب اللي هو اللينجوال ارتري. هنرسم منطقة نفوذ اللينجوال ارتري، الخريطة اللي هيتحرك عليها هذا الشريط. الهايويد بون، الهايويد بون كان طالعة مصر اسمها هيجلوسس، رايحة تمسك في التنج وبتمشي ديب للمندبل، يبقى ده عندي التنج. طيب تحت التنج كانت في السبلينجوال سليفري جلاند اللي اتكلمنا عليها قبل كده. الاكسترنال كاروتيد ارتري هيديني البرانش اللي اسمه اللينجوال ارتري. افكركم بيه تاني، اللينجوال ارتري واحد من البرانشز اللي طالعة من الفرونت اوف ذا اكسترنال كورد بالظبط في مستوى الهيود بون. الهيود بون دي رسمه لها من هنا جريتر كورنيو طالع ابورتس ولها ليسر كورنيو من قدام. الجريتر كورنيو ده عمل قرن يشبه الايه؟ يعني يشبه البروجيكشن الصغير طالع لفوق. فاللينجوال ارتري هيمشي كورس من ثلاثه بارتس ان ريليشن تو ذا هايوجلوسس. الفيرست بارت من بدايته لحد البوستيريور بوردر اوف ذا هايو جلوسس، لكن يفاجئ بالجريتر هورن او كورنيو اوف ذا هايود بون فيعمل لوب حواليها بهذا الشكل. للجاستريك مصر هيعمل لوب او بهذا الشكل عشان يلف حوالين مين؟ يلف حوالين الجريتر هورن. ده كان الفيرست بارت. اما السكند بارت هيمشي ترانسفيرسلي هوريزونتلي فورورد، ماشي ديب للهايوجلوسس، يعني ماشي على الانر سايد اوف ذا هايوجلوسس. احب اقول ان اللينجوال ارتري ماشي على الميديال سايد اوف ذا هايوجلوسس، ميديال سايد يعني ديب سايد يعني انر سايد، لكن البرانش اللي طالع منه اللي اسمه السوبراهيود ماشي على اللاترال سايد. اذا الهايوجلوسس مصل هتمثل يعني هتمثل زي سندوتش كده بالنسبه للتو برانشز او التو فيزلز، السوبرا هيود من بره واللينجوال ارتري من جوه. الثيرد بارت اوف ذا لينجوال ارتري ماشي ابوردز، ماشي ابوردز ان فرونت اوف ذا انتيريور بوردر، along ذا انتيريور بوردر اوف ذا هايوجلوسس مسل، وبينتهي تحت التنج بالترمينال برانش بتاعه اللي اسمه البروفاندا لينجوي ارتري. اذا ده واحد من عدد من الارتريز في الهيد اند نيك بيمشوا كورس من 3 بارتس، والكورس ده تورشوس ان ريليشن تو ماسلز. اخذنا منهم من شويه كان في عندنا الماكسيلاري ارتري، وكان في عندنا ايضا ادي اللينجوال ارتري. هنا عاوز اتكلم على البرانشز اوف لينجوال ارتري. هقول الفيرست بارت بيديني برانش واحد بس اسمه السوبرا هيود ارتري، يمشي تورشوس كورس فوق الهيود بون على اللاترال سايد اوف ذا هايوجلوسس. نتذكر اللي قلناه من شويه، الانفرا هيود كان برانش منين؟ كان من السوبيريو سايد من تحت. طيب من السكند بارت، السكند بارت اللي هو ماشي على الميديال سايد، ماشي على الانر اسبيكت اوف ذا هايوجلوسس، هيطلع تو برانشز يغذوا الدورسال اوف ذا تانج واسمهم دورساليز لينجوي ارتريز. اما الثيرد بارت اللي هو كان ماشي على الانتيريور بوردر، فهيدي ارتري يمشي تحت او ديب للتنج، فيسموه ديب ارتري اوف ذا تنج، وكلمه ديب يعني بروفاندا، فيسموا هذا الشريان بروفاندا لينجوي ارتري. دول كانوا البرانشز اوف ذا لينجوال ارتري اللي هو الارتري كان رقم 3. الارتري اللي بعد كده اللي هو الفيشيال ارتري اللي خرج من الاكسترنال كاروتيد. الارتري ده قلنا جزء منه اتكلمنا عليه في الفيس والبرانشز بتاعته، الان هنتكلم على الكورس للبارت الاخر اللي كان ماشي فيه النك. الخريطه بتاعتنا ادي المندبل،
والمندبل كان ماشي على المسيتر من بره، رسمه مكرره. وكان في عندي التو بيليز اوف ذا دايجستريك ماسل، الانتيريور بيلي والبوستيريور بيلي، والاثنين مع بعض متحدين، حاطين انسيرشن في انترميديا تندون اوفر ذا هايويد بون. الارتري بتاعنا لسه كان فيه برضه الهاي جلوسس ماسل اللي كانت طلعت من الهيود رايحه في طريقها الى الطنج. الارتري بتاعنا اللي هو الفيشيال طلع منين؟ طلع من الاكسترنال كاروتيد ارتري. الاكسترنال كاروتيد ارتري اللي اخترق الكاروتيد شيس وما عداش في خلال من خلاله، ما عداش بداخله، ده كان واحد من الارتريز التو تيرمينال اللي كانوا طالعين من الكومن كاروتيد، ومشي الكورس المشهور بتاعه في جزء منه مساره كان ماشي ورا الانجل اوف ذا ماندبل وبيكمل بعد كده يدخل في داخل الباروتيد جلاند. الاكسترنال كاروتيد ارتري زي ما احنا عارفين ادى 8 برانشز، واحد منهم كان رايح لمنطقه الفيس اسمه الفيشيال ارتري. الفيشيال ارتري احنا اتكلمنا عليه في الفيس بس ما اتكلمناش عن بدايته في النك كان ماشي ازاي. بص معانا، ده الفيشيال ارتري طالع من الفرنت اوف ذا اكسترنال كاروتيد ارتري، ماشي تحت الدايجستريك ابوردز رايح للفيس، بيحاول يختصر طريقه فحاول يدخل ديب للمندبل، اصطدم بالمايلوهيد لقى الطريق مقفول، فراح جاي مشي عمل جروف على البون، جروف على السبمانديبولار جراند، مشي بينها وبين المندبل، يعني كان من جوه حاجه طريه اللي هي السبمانديبولار ومن بره حاجه ناشفه اللي هو المندبل، لقى الطريق مسدود فرد مره تانية ومشي عمل كيرفنج اراوند ذا لور بوردر اوف ذا ماندبل ويمشي على الانتيريور بوردر اوف مسيتر ماسل، هيمشي كورس تورشوس، وماشي كورس تورشوس لان اي تورشوس ارتري في جسم الانسان لمش بيمشي هذا الكورس بسبب حاجه من ثلاثه، اما ان الاورجن اللي رايح يغذيه كان اورجن معدي على جوينت بتتحرك فالارتري لازم يتحرك معاها، او اما ان الاورجن اللي رايح يغذيها اكسبانسايل اورجن، اورجن متمدد زي اليوترس، او اورجن بتعرض لهاي بلاد بريشر فيضطر الارتري ان يمشي تورش وسكورش عشان يحصل له اكليماتيزيشن اكوموديشن يتاقلم مع الهاي بلاد بريشر اللي رايح للاورجن ده. لو نرجع تاني نبص كده للكورس بعد ما شرحنا الشرح ده، نشوف الكورس اوف ذا فيشيال ارتري، شوفوا كده ماشي ازاي في النك تحت الدايجستريك، بيختصر طريقه ديب للمندبل هيلقى الطريق مسدود، يلف تاني على اللور بوردر ويمشي على الانتيريور بوردر اوف ماسيتر تورشوس كورس. طيب ده كان الكورس اوف ذا فيشيال ارتري. في الفيس هيمشي زي ما احنا قلنا قبل كده كان معدي على ثلاثة انجلز، انجل اوف ذا ماوس، انجل اوف ذا نوز، وينتهي عند الانجل اوف ذا اي. ده كان الكورس اوف ذا فيشيال ارتري. احب افكركم بمعلومه صغيره عن الفيشيال ارتري، الفيشيال ارتري هو ماشي هذا الكورس اوبليكلي ان ذا فيس، كان ماشي قدام الانتيريور فيشيال فين. طيب ماذا عن البرانشز اوف ذا فيشيال ارتري؟ ادي الاكسترنال كاروتيد والفيشيال وهو طالع منه بهذا الشكل. البرانشز رايحه تغذي الديفرنت ارياز ان ذا فيس، فهنجد برانش كان بيغذي اللور ليب بيسموه انفيريور ليبيال. انا مش هقولهم هنا بالترتيب لكن اقولهم هنا هوت بي بي ولا بالاسبقيه ولا ببدايه الخروج، لكن هقوله بالنسبه للاورجنز اللي فكرني انا عندي فيه ليب وعندي فيه نوز وعندي فيه اي وعندي فيه تشن وعندي فيه جلاندز، اذا الاورجنز دي هتتغذى منه. فالليب انا عندي ليب من تحت وليب من فوق، ليب من تحت يبقى فيه انفيريور ليبيال ارتري وليب من فوق يبقى سوبيريو ليبيال ارتري، عندي هنا فيه نوز يبقى البرانش اللي غذاها اسمه نيزل ارتري، انجل اوف ذا اي يبقى انجولار ارتري. طيب انا عندي هنا لسه في ستراكشرز ثانيه، انا عندي في جلاند هنا اسمها السب مانديبولار جلاند يروح لها جلاندولار ارتري، عندي هنا الباروتيد جلاند يروح لها جلاندولار ارتري اخر، هنا عندي المنتم منطقه الدقن هيروح من تحتها سب منتال ارتري. دي كانت البرانشز المختلفه اللي خرجت من الفيشيال ارتري في منطقه الفيس ومنطقه النك. انذر بيج فيزل ان ذا نك هو الانترنال جاكولار فين، واحد من اشهر الفينز في النك كاي فين او ارتري في جسم الانسان. النقاط الاساسيه انا اللي انا عايز اتكلم عليها البيجيننج الكورس وريليشن الاند والترمينيشن، وهنا كفين بقى مش هقول برانشز هقول التريبيوتريز. البدايه بتاعته جاي ككونتينيويشن للسيجمويد ساينس از جاجولار فورامن، طبعا فاكرين الجاجولار فورامن،
هيمشي اوبليكلي ان ذا نيك انسايد ذا كاروتي تشيز، هيمشي لاترال تو ذا انترنال كاروتيد اند اكسترنال كاروتيد انسايد ذا تشيز. وهنتكلم على الكورس ده بتفصيل اكتر شويه. وهينتهي بيهايند ذا استرنو كلافيكولار جوينت بانه بيتحد مع السبكليفيان ويعمل البريكوسفاليك. ادي الكلافيكل وادي هنا الاسترنو كلافيكولار جوينت وده السبكليفيان فين، هيتحد معاه ويعمل البريكيوسفاليك فين. يبقى دي كانت البدايه وديت كانت النهايه. الانترنال جاجلر فين، الانترنال جاجلر فين الريليشنز بتاعته بالظبط لانه ماشي مع الانترنال كاروتيد والكومن كاروتيد انسايد ذا كاروتيد تشيز، فنفس الريليشنز اللي مغطياهم او ريليتد ليهم هي نفسها الريليشنز اوف ذا انترنال جاجلر فين، وهنحكي عليها بعد دقايق. اتريبيوتريز اي فين في منطقه الهيد اند نيك، ينتهي بحرفي ال او دي فيصبهم في الانترنال جاجلر فين. مش اي فين، يعني نقدر نقول ببساطه ان جميع الفينز اللي بتنتهي بداخله اخرها ال او دي. تعالوا نشوف زي مين كده. الانفيريور بترو زل اللي كان جاي من البوستيريور اسبيكت اوف ذا كافيرنس ساينس ودخل للجاجلر فورامن علشان ينتهي في الانترنال جاجلر فين. ده اول واحد من فوق. بعديه في مين؟ الاوكسبتال في بعض الاحوال اوكسبتال، والاوكسبتال اخره ال بينتهي في الانترنال جاجولار او ينتهي في السب اوكسبتال فينس بليكسس. الفين اللي بعد كده جاي من التنج اسمه لينجوال فين في اخره ال. الفين اللي بعد كده جاي من الفيس اللي هو الكومن فيشيال اخره ال. الفين اللي بعد كده اسمه فارنجيال من الفارنكس اخره ال. يبقى ده عندي خمسه فينز يحملوا في نهايتهم حرفي ال اللي هو الانفيريور بتروزال والاوكسبتال واللينجوال كومنفيشيال والفارنجيال، واثنين بحرف الدي اللي هم السوبيريور ثايرويد فين والانفيريور ثايرويد فين. افكر والميدل ثايرويد فين عفوا، السوبيريور والميدل ثايرويد فينز. افكركم بان الانفيريور ثايرويد فين كان بينتهي في الليفت بريكوسيفاليك في معظم الاحوال او بينتهي في الرايت والليفت بريكوسيفاليك في احوال اخرى. ادي كانت التريبيوتريز المختلفه للانترنال جاجولار فين. طب ماذا لو شفنا الريليشنز بتاعته؟ احنا قلنا الريليشنز بتاعته هي نفسها ريليشنز اوف ذا كومن كاروتيد والانترنال كاروتيد ارتريز. الانترنال جاجولار فين كان متغطي من تحت بثلاثه سوبرفيشال ستراكشرز، سكين سوبرفيشال فاشيا دي فاشيا، وكانت في وان مصل اللي اسمها الاسترنوماستويد مصل. الجماعه الريليشنز دي كانوا بيعدوا من below the level of posterior belly of the gastric. كان في عندي هنا مجموعه cervical lymph nodes وتو نيرفز. التو نيرفز كان الاكسسوري نيرف سباينال بارت منه اللي هو سباينال اكسسوري اللي هو الكرينر رقم 11، ونيرف تاني كان المفروض رقم 12 بس رقم 12 معدي من قدام، معدي من قدامنا على مين؟ على الاكسترنال والانترنال كاروتيد. اما هنا نجد برانش منه اللي اسمه الديسندنس هايبجلوساي اللي كان بيكون الانسا سيرفيكاليز، بيكون لوب من اللوبس اللي مكونه للانسا سيرفيكاليز، بيكون الديسندنج لمب اللي اسمه ديسندنج او ديسندنس هايبوجلوساي. ده كان تحت مستوى البوستيريور بلي اوف ذا جاستريك. طب ماذا عن فوق مستوى البوستيريور بلي اوف ذا جاستريك؟ يبقى في عند الستايلود بروسيس والاستراكشرز اللي ماسكه فيه الستايلو جلوسس ماسل والستايلو ستايلو فارنجس، ستايلو جلوسس وستايلو فارنجس. دي الستايلو جلوسس ودي الستايلو فارنجس. كانت في عندي جزء من الباروتيد جلاند اللي كان داخل فيها الاكسترنال كاروتيد ارتري. كانت ايضا الديب بارت، الديب بارت او جزء من السوبرفيشال بارت لهذه الجلاند كان بيمثل سوبرفيشال ريليشن اوف ذا انترنال جاجولار فين. طيب الجاجولار الانترنال جاجولار فين ده هو ماشي الكورس بتاعه كان امبيدد في قلب، مش امبيدد انكلودد بمعنى اصح في قلب الكاروتيد شيس. الكاروتيد شيس ده نفكركم بيه كان واحد كان تيوبلر شيس هو دريفيتيف من الديب فاشيا اوف ذا نيك، وكان بيمتد من فوق من البيس اوف ذا سكال في المنطقه المحيطه بالكاروتيد كانال والجاجولار فورامين. الشيس ده هيمشي يحيط بالانترنال جاجولار فين والانترنال كاروتيد من فوق والكومن كاروتيد من تحت. طب وضع الانترنال جاجولار فين ايه جوه الكاروتيد شيس؟
الكاروتيد شيث احب افكركم ان كان مغطي من علي من بره ماشي عامل كروسنج ليه اوبليكلي البوستير بيلي اوف ذا جاستريك ماسل. فنجد الانترنال جاجلر فين كان ماشي لاترال للانترنال كاروتيد ارتري انسايد ذا كاروتيد شيث، كان يمشي بينهم عدد 4 كرينيال نيرفز من فوق مستوى البوستيريور بيلي اوف ذا جاستريك، وهيكمل منهم كرينيال نيرف واحد بس تحت مستوى البوستيريور بيلي اوف ذا جاستريك. مين الاربعه نيرفز دول؟ ادي هنا عندي الكاروتيد شيث. انسايد ذا كاروتيد شيث الانترنال جيجلر كانت ريليتد لمين؟ الاكسترنال كاروتيد طلع من الكومن كاروتيد وطلع بره الشيس، مالناش دعوه بيه. جوه الشيس الانترنال جيجلر كان ريليتد لعدد 4 كرينيال نيرفز. اول واحد فيهم ماشي ان بتوين اند بيهايند ذا انترنال جيجلر والانترنال جيجلر والانترنال كاروتيد هو الفيجاس نيرف. وكان يمشي خط مستقيم تابع ليهم ما لهمش لا يتحيز لاي واحد فيهم. النيرف رقم 11 كرينيال اللي هو اسمه الاكسسوري كان ماشي بين الانترنال جاجلر والانترنال كاروتيد، لكن النيرف ده انحاز الى الانترنال جاجلر، عمل كروسنج بوستيريوري للانترنال جاجلر علشان يروح للبوستيريو ترينجل ويغذي العضلتين اللي رايح يغذيهم اللي هم الاسترنوماستويد والترابيزيس. النيرف اللي بعد كده اللي ماشي ان بتوين اند بيهايند ذا انترنال جاجلر وانترنال كاروتيد اللي هو اللي كان اسمه الكرينيال نيرف ال 12 اللي هو الهايبوجلوسال نيرف. هذا النيرف غادر الشيس فوق مستوى الدايجستريك لكنه انحاز الى الارتيريال سايد، فمشي عمل كروسنج للانترنال كاروتيد والاكسترنال كاروتيد. يبقى النيرف اللي ورا اللي هو رقم 11 كرينال اكسسوري انحاز للانترنال جاجلر، اما النيرف رقم 12 فانحاز الى الارتيريال سايد اللي هم الانترنال كاروتيد والاكسترنال كاروتيد. نفتكر ان الفيجاس ده كان محايد لان كان ماشي ان بتوين اند بيهايند وبنحس لاي واحد فيهم. في الحقيقه رقم 9 اللي هو اصغر واحد شاف الثلاثه الكبار مشوا كده انحاز هو الاخر الى الانترنال كاروتيد والاكسترنال كاروتيد، بس المره دي مشي ان بتوين ذا تو ارتريز. الهايبوجلوسال مش عامل كروسنج للتو ارتريز، اما الجلوسوفارينجال التاسع فمشي غادر الشيس بين الاكسترنال الانترنال كاروتيد من جوه والاكسترنال كاروتيد من بره سوبرفيشلي اقصد. دي كانت الريليشنز اوف ذا انترنال جاجولار فين انسايد ذا كاروتيد شيس باللاست فور كرينيال